المسائية كنقدمه لكم شوف تي في. أهلا بكم. اعتبر أحمد توفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أن حل من الحلول قائمة لحل مشكل المساجد اللي تم إغلاقها بناء على قرارات لجان افتحاص المساجد يكمن في لجوء وزارته إلى الاقتراض من الأسواق المالية الدولية لحل هذه المعضلة لوزارة تعد أغنى الوزارات، وكتقدم في مقابل ذلك تعويضات هزيلة جدا لأئمة المساجد حيث قرر الكثير منهم الهجرة إلى دول الخليج، واكتفى البعض بتنظيم مظاهرات ضد وزارة توفيق بشوارع الرباط احتجاجا على الأوضاع المادية المزرية اللي كيعيشها أئمة المساجد. أفاد بلاغ للاتحاد العام لمقاولات المغرب بأن الاتحاد لن يشارك في الاجتماع المشترك لرجال الأعمال المغاربة والأتراك المزمع عقده اليوم بالرباط. وذكر البلاغ أن مقاطعة الاتحاد هذا اللقاء جاء بسبب تأخر منظميه في إرسال دعوة إليه معبرا عن أسفه الشديد لعدم التحضير لهذا اللقاء بصورة جيدة وتشاورية بالنظر إلى أهمية الرهانات الاقتصادية بالبلدين في الميادين الصناعية والتجارية، ومع بلد يسجل معه المغرب عجز تجاري منذ عدة سنوات. بعد الدعم المالي والدبلوماسي لوصول الإسلاميين إلى السلطة في دول الربيع العربي، بدأت إمارة حمد بن خليفة الثاني القطرية بحج دبلوماسي غير مسبوق من وراء الستار لصالح عبد الحميد الإبراهيمي، رجل لشغل منصب الوزير الأول منتصف الثمانينات، لتمكينه من العودة إلى الجزائر بعد فترة غياب قضاها في العاصمة البريطانية لندن قرب 30 سنة. وكشفت جريدة جزائر وطني على موقعها الإلكتروني أن الدعم القطري اللي تلقاه صاحب فضيحة 26 مليار جاءت لإنهاء سنوات طويلة من المنفى الاختياري، وبعد ما تيق القطريين أن رئيس بوتفليقة لن يعود من جديد إلى سابق عهده بعد مرور أكثر من شهر قضاها في المستشفى الفرنسي. في الخبر الاقتصادي، تم يوم الأحد استئناف رحلة الخطوط الملكية الجوية الرابطة بين ضلبيضة وقلميم طنطان، وكيندرج هذا الخط اللي غادي يعمل بوتيرة 5 رحلات في الأسبوع ذهابا وإيابا في إطار اتفاقية شراكة اللي تم توقيعها منتصف مايو الماضي بين المديرية العامة للطيران المدني والمديرية العامة للجامعات المحلية ووكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم الجنوب. رياضيا، كافأ المكتب المسير لفريق رجاء البيضاوي لاعبيه بمنحة مهمة بعد تتويجهم بدرع البطولة المغربية هذا الموسم، بحيث وصلت عناصر الفريق بالمنحة اللي كان قد وعد بها محمد بودريقة رئيس فريق رجاء البيضاوي في حال فوزهم بلقب الدوري. وتوصل لاعبو رجاء بمنحة تقدر ب 5 ملايين سنتيم لكل لاعب، ولا يزال لاعبو النصر الأخضر ينتظرون توصل بمنح المباريات الأخيرة واللي كتقدر ب 2.5 مليونين عن كل انتصار حق النادي هذا الموسم. بالخبر يدي كنختموا معكم موجزنا، كنشكر لكم طيب المتابعه، في امان الله.